السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منوريني يا أحلى متابعين. كل سنة وانتم طيبين وعام سعيد عليكم إن شاء الله، وإن شاء الله إن شاء الله السنة الجاية تبقى أحسن علينا كلنا، وكل أمورنا تتصلح والدنيا تتغير معانا وبإذن الله يبقى خير. النهاردة بقى جايبة لكم حاجة عشان نحافظ بيها على وزننا، هي عشبة بسيطة جدا. خلاص، العشبة دي تتشرب كل يوم، هي سهلة وموجودة ومتوفرة جدا عند العطار ومتوفرة في فتح الله، وفي ناس كتير قوي يعني متعرفش ان حاجة، بس هي موجودة. انا جربتها ولقيتها بتجيب نتيجة هايلة جدا جدا جدا. هي طبعا الاعشاب يا جماعة كلنا عارفين فوائدها وانها بتفيدنا جدا ومفيش منها ضرر، دي اهم حاجة، ان انت او انت بتشربي حاجة مفيش منها ضرر. المشروب ده هيتشرب بالليل لو انت عايزة تحافظي على وزنك، ماشي، ويتشرب بالنهار بعد الغداء وبعد العشاء لو انت عايزه تخسي. انت لو انت مثلا ايه حاسه نفسك مليانه قوي وعايزه تخسي باسرع حق، يعني باسرع وقت وعايزه تظبطي حالك، تشربيها مرتين، مره بعد الغداء ومره بعد العشاء. هي العشبه اسمها حشيش الليمون، ده شكلها، دي شكلها اهو، عباره عن حاجات صغننه كده مقطوعه، ريحتها ريحه الليمون ممتازه فوق الوصف وسهله جدا. عباره عن ان احنا هنجيب الميه سخنه ونكبها عليها ونحطها في الكاتل بتاع اللي هو بيخلي الحاجه تفضل سخنه وقت كبير، ده هيساعدنا ان احنا نشربها في اي وقت. ممكن وانت بتعملي العشاء تحطيها، يعني تعمليها وتحطيها جنبك وتشربيها وقت ما تحبي، هتفضل سخنه ولازم تشرب سخنه. المج الحراري ده حلو جدا لانه بيحافظ على الحاجه اطول وقت وممكن تكون سخنه. اهو كده المج اهو بالغطا بتاعه بيتحط فيه العشبة، ماشي، وبعد كده بنقطع شرايح الليمون بقشرها كده ونحطه فيه ونحط عليه ميه سخنه، جميل. وانت بتعملي العشاء وخلاص داخله تنامي، بدل ما تقومي تاني تعمليه بتحطي في المج ده وتحطي عليه الميه السخنه وتفضلي قافلاه، جميل، وترجيه كده وتسيبيه وقت ما تحبي تشربيه قبل ما تكوني داخله السرير، يعني اخر حاجه بعد الاكل وبعد العشاء وبعد كل الحاجات. خلاص العشبة دي جميله وهتريحكم، اسمها حشيش الليمون، هتلاقوها في فتح الله عامل كيس كده صغير وممكن تلاقيها عند اي عطار، كل العطارين عارفينها، احنا بس ما كناش بنستعملها. انا لما جربتها هي كمان بتريح المعده جدا، يعني وصفه ممتازه هتعجبكم جدا، يا ريت تجربوها. وحده فينا كمان في فصل الشتاء، وطبعا الليمون فيتامين سين، الاثنين مع بعض هيندمجوا مع بعض، هما الاثنين ليمون، حاجه فوق الروعه يعني. استنوني في حلقه جديده، ويا رب الحلقه تكون عجبتكم، وريت تجربوا المشروب ده، واشوفكم على خير يا احلى.